يبقى الحقيقة الكونية عملت ايه؟ قربت لنا وخلت الانسان يقدر يلتقط بقى. يبقى اذا ربنا لما قال قل سيروا في الارض، يبقى كان يقصد ان الارض دي لها غلاف جوي، والغلاف الجوي ده من اوعى تفصلوا عنها، وانا ساعة ما بمشي بمشي في ايه؟ بمشي في الغلاف الجوي بتاعها. يبقى المشي فيها مش ايه؟ مش عليه. يبقى اذا لما تركنا الحقيقة العلمية تندق خلاص انتهت المسألة. لما كنا مثلا نقرأ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله، كان يقول لك ده يمكن في الاخر، ما هو مش متصور يعني، مش متصور ان الارض اللي هو عليه تمشي. يقول لك ده في الاخر، نقول له لا، ده الكلام بيجيب آية في الاخرة وآية في الدنيا. ولو كان في الاخرة يقول لك صنع الله الذي اتقن كل شيء، هي الاخرة محل كلام من دي؟ ده لا، مش ده صنع الله الذي اتقن شيء يدل على ان القضية التي يتكلم فيها القرآن غريبة على العقل. فقال لك لا، ما تغربهاش على العقل، ده صنع الله. ومن بعد بقى ما عرفنا ان دي بقت حقيقة نقدر بقى نفر منها، صارت حقيقة كونية وعليها دليله وانتهى. يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. طب الجمال ثابتة في الأرض، وهل تمر الجبال هذا المر إلا إذا كانت الأرض لازم هي ضروري. وقوله سبحانه عشان يديك يعني دي المعنى، وهي تمر مر السحاب، والسحاب ليس مروره ذاتيا وإنما مروره بواسطة الريح، فكأن حركة الجبال مش ذاتية، حركة تبعية بتاعت الأرض، حركة تبعية بتاعت الأرض. وترى الجبال، ترى الجبال تحسبها، وهل في الآخرة حين تحصل لها ما يحصل يكون حسبان ولا يقين؟ طب ده معنى تحسبها يعني انت فهمك ملخبط، انما في الحقيقة الكونية الأخروية مش هيبقى حسبان، كل المعلومات هتبقى ايه؟ هتبقى يقينية مش حسبان. اذا مدام حسبان يبقى هنا الظاهر شيء والواقع شيء، فانت بتحسب انها كده تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ومدام السحاب ملوش حركة ذاتية وحركته بحركة الريح، فكذلك الجبال الموتودة في الارض حركتها مش ايه؟ مش ذاتية، بل حركتها بوسط ايه؟ تابعة لدوران الايه؟ لدوران الارض.